زغلولين زي كده، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. بس هو اهم شيء ان هم يستمروا من وقت ما فقسهم. على فكره دول عمرهم ايام قليله، يعني مثلا ايه، نقول دول ما كملوش اسبوع او اسبوع مثلا. الزغاليل طالما ماشيه تمام من البدايه معاك، الجو بدأ يتحسن. الزغلول احمر يا جماعه، شوف جسم الزغلول اللحم حمار، لحم الزغلول باينه، الدمويه طالعه من الزغلول اهو، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الزغلول ده اللي ان شاء الله هيكون للتربيه ان شاء الله باذن الله. يبقى كده الانتخاب، انتخاب السلاله، انتخاب الزغلول، يعني بمعنى الاختيار، الاختيار الصح، اختار الزغلول الصح، تعمل لنفسك سلاله كويسه، تعمل لنفسك اسم في الحمام، ولا تقول لي نجيب من شايف الاصل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، شايف بسم الله ما شاء الله، لسه شباب اول شغله ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة، ناس كتير قوي من أصدقائنا ومن المشتركين في القناة بيكلموني يقول لي يعني ليه أنت ما بتشتريش حمام من بختم الشركة الفرنسية؟ طبعا هو بيقول الكلام ده عشان يكون ضامن إن هو ياخد سلالة كويسة. طبعا ولله الحمد احنا عندنا سلالات من افضل سلالات الحمام اللحم في مصر باذن الله. بس هقول لك احنا عملنا ده ازاي من غير ما نشتري حمام من الشركه الفرنسيه نفسها، او اللي هو الحمام اللي بختم الشركه الفرنسيه نفسها. واحنا ما اشتريناش الحمام ده لاسباب يا جماعه. اولا انا لو اشتريت قص من الشركه الفرنسيه حاليا او من انتاجها هيكون غالي جدا. بمعنى ايه؟ ان انا لو جبت قص حمام لاحم زي اللي حضرتك شفته او هوريه لك دلوقتي، ده اللي كنا مصورينه في الكويت، ده اللي بختم الشركة الفرنسية، يعني هو جاي من الشركة الفرنسية نفسها، ده كان ثمنه او يتكلف دلوقتي حاليا من 15,000 جنيه الى 18,000 جنيه. طيب لو انا اشتريت القص الحمام بختم الشركة الفرنسية هبيع لك زغليله بكام؟ فمش عارف يعني. او انت لو انا بعت لك زغليل، وانت ازاي هتصدق ان دول زغليل مباشر لاولاد الشركه الفرنسيه، لحمام الشركه الفرنسيه؟ ايه اللي هيخليك تصدقني لما اقول لك جزء الزغليل ده من ابناء الحمام بختم الشركه الفرنسيه؟ معرفش، انت ممكن تاخد كلام الثقه، انت مثلا في غيرك كتير مش هيصدق. ده جزء زغليل من حمامنا لسه يا دوب مفطومين، ده من الحمام، انا بعت حمامهم اهاليهم وسبت الزغاليل مكانهم في نفس السلاكه. طيب دي الزغاليل، لو انا اعطيتك الزغاليل دي وقلت لك ان دول اهاليهم بختم الشركه الفرنسيه انت مش هتعرف. بس انا عشان ابيع لك زغاليل بختم الشركه الفرنسيه هتاخدهم ب 1000 ونص، هتاخدهم ب 1500 جنيه، هتاخدهم ب 1000. هي الفكره، ناس كلموني قبل كده وده واحد منهم، صديق من الاصدقاء، بيقول لي يعني انت ممكن تجيب القص ده نشترك فيه 10 افراد، نشتري قص يعني كل واحد مثلا يدفع 1500 جنيه ده على الاقل، يعني تاخد القص الحمام عندك، يعني انا اخد القص الحمام عندي كده، تمام؟ كلام كويس. اما احط القص الحمام عندي كده، هو ده اقتراحه ان احنا نفرخ منهم، وكل واحد من اللي دفع 1500 جنيه هنعطي له قص زغاليل من الزغاليل اللي هي طلعت انتاج الحمام ده، كده هيكون جزء الزغاليل اللي انت خدتهم هيقفوا عليك ب 1500 جنيه. برضه كتير، انت كل شويه ايه، الحمام باظ، الحمام عمل، الحمام مش هينفع اما يكون 10 افراد بينتظروا ان هم ياخدوا منهم زغاليل. فالفكره انا رافضها طبعا تماما، انا مش هعملها. بس انا بقول لك الحوار اللي ضار بيني وبين صديق القناه او احد مشتركين القناه. طبعا ده مش اقتراحي وانا ما وافقتش عليه طبعا، لكن هو اقتراح احد المشاهدين او احد متابعين القناه. يعني هو كتر خيره الراجل بيشكر، عايز ان احنا نحسن من السلاله. بس انا والله بقول له ان احنا في مصر عندنا سلالات لحم، بس هي الفرق بينها وبين الحمام اللي بختم الشركه الفرنسيه ان اللي بختم الشركه الفرنسيه ممكن يكون انتاج جديد، لكن ممكن برضه يكون انتاج قديم وهو لسه بالختم، الحمام يكون عايش 20 سنه و25 سنه يا جماعه. طبعا انا رفضت الفكره تماما، ما اقدرش انفذها. انا ممكن لو هفكر اجيبه لنفسي وابدا ابيع لك، بس انت برضه ما انتش هتقبل تاخد جوز الزغاليل ب 1000 ونص ولا ب 1000 جنيه حتى. طبعا صديقنا ده عشان اقنعه بسبب الرفض، انا قلت له طب ما تيجي نحسبها حسبه ثانيه. قال لي اللي هي ايه؟ قلت له هل نفرض ان انا جبت جوز الحمام عندي هنا، انا اشتريته باسمي بتاعي، اشتريته ب 15، اشتريته ب 18,000، وطلعت منه زغاليل، جوز زغاليل زي اللي حضرتك وريتهم لك في السلكه ده، ولاده تمام، ولاده مباشر،
حبيت ابيعهم وانت بتشتري مني وقلت لك الجوز الزغيل ده ب 1500 جنيه زي ما انت بتقول كل واحد ياخد جوز زغليل، هتوافق؟ قال لي لا طبعا مش هوافق. قلت له طيب ما هي نفس الحسبه، انت كده كده برضه اما تدفع 1500 هتاخد جوز زغليل لو احنا تشاركنا فيه، تمام؟ غير كده ان الموضوع فيه مخاطره. مخاطره ازاي؟ ممكن جوز الحمام اللي احنا شارينه من بره، لما انت شاري جوز واحد ما ينفعش، لو انت شاري قص لحم من مستورد بختم الشركه الفرنسيه ممكن وارد جدا ان هو يموت في الطريق، وارد جدا ان هو يصاب باي مرض وما يجي عندنا، ما ينفعش. وارد ان انا اجيب جوزي الحمام ده ما يشتغلش عندنا، ما يطلعش زغاليل، ايه المانع؟ فحته المشاركه وعشر افراد هيتشاركوا في جوز حمام طبعا انا لقيتها غير جيده، زائد ان ممكن حضرتك حق بثمن بسعر جوز الحمام اللي هو بختم الشركه حضرتك تشتري، تخيل تشتري بثمنهم 40 قص وتختار منهم، انت اشتريتهم 40 قص حتى لو مش على مزاجك، تعالى اختار منهم وافرخ في السلاكه. بس هقول لك انت ممكن انت تعمل لنفسك سلاله ازاي، سلاله حمام محترمه ازاي وبانهي طريقه، زي ما انا عملت كده بالطريقه دي. اولا انا عملت ايه؟ انا ما بخليش قص حمام اي كلام اسكنه في السلكة او اي قص حمام ان انا شغله. يعني مثلا انا بقيت اللي في السلكات فضيت السلكات، لذلك تلاقيني حاطط قصوص ثانيه اهي، ده قص جديد اهو، بسم الله ما شاء الله، شايف القص؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كل مدى يا جماعه كل ما بنقعد كل ما بنقدم الجديد. بص القص ومستواه، تقول ان هو بختم الشركه ما يفرقش كتير، ما يفرقش حاجه عن الحمام بختم الشركه، بسم الله ما شاء الله اهو. الحمام ده لو انت شفته ماشي على الارض هيبان غير وانت شايفه في السلكه كده محبوس، شايف القص؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، شايف؟ بسم الله ما شاء الله، لسه شباب اول شغله ما شاء الله تبارك الله. اللي انا بعمله اللي انا بعمله واللي انا بقول لك ما تشتريش من حد سلاله حمام لاحم اذا كان مربي الحمام سايب، مش سايب بس، اذا كان مربي الحمام سايب مثلا نوعين مع بعض، لاحم مع حاجه تانية ما تشتريش منه. اذا كان مربي لاحم مع حاجه تانية على السايب مش هينفع، ما تضمنش ان هو الحمام يكون متجوز من بعضه مكسر على بعضه. اللي انا بعمله انت هتقول لي ما انت عامل كده يا عم مصطفى، لا انا اللي بربيه ده اللي انت شايفه سايب ده شبابات. على فكره الزغلول ده زغلول الهجين يا جماعه اهو، طالع ابن الرومي وامه لحم، اللي انا خدت النساء بتاعتهم، ده الذكر الرومي ابوهم والنتاء انا بعتها حطيتها، لكن الذكر الرومي ده خد نتاء لحم برضه محترمه اهي. فده اللي انا بقول لك، ده اللي انا عايز اقول لك عليه، اللي انا عايز اقول لك عليه اهو، ان انت تنتقي السلالات، ما تاخدش من حد مربي على السايب، وانت كمان ما تفرخش على السايب الا اذا كان الحمام اللحم بس، عشان تعمل سلاله كويسه لنفسك. حاجه كمان مهمه قوي انت لازم تعملها، ازاي؟ انت فرخت وطلعت زغليل، فلنفرض زغليل زي كده اهو، انت شايف زغلولين زي دول اللي احنا قلنا عليهم ريشهم مش كويس هنذبحهم، تمام؟ بس هو يا جماعه اللي كان بيقول لي ان هم يفضلوا ريشهم كده والاهل هتفضل تاكل الريش، قلت لك اهو انا اعطيت 3 ايام بس جروفيت بلس، ما اعطيتش اكتر من كده، 3 ايام بس جروفيت بلس. شايف الريش؟ شايف بقى جمال الزغلولين بقوا عاملين ازاي؟ اوري لك الزغلول اللي ورا اهو، هو اصغر شويه، ده زغلول، زغلول كبير وزغلول صغير، بس حجمهم لما تمسك الزغلول في ايدك هتعرفه. شايف الريش اتصلح ازاي؟ اهو ده 3 ايام جروفيت بلس اللي كان بيقول لي ملهاش علاج. فالزغلولين دول برضو حتى لو هم كده هنذبحهم. فاللي انت هتعمله ان انت عشان تطلع سلاله كويسه وتشتهر في الحمام اللاحم ويكون عندك سلاله، بدل ما تجيب اللي هو ثمنه 15 ل 18000 بختم الشركه، ولا ختم الشركه ولا حاجه، احنا هنعمل احسن من ختم الشركه باذن الله وبفضل الله، ان انت هتنتخب تختار الزغلول اللي ما يعجبكش ما تربه وش اذبح، هو حمام الدبيح اساسا دي حمام الدبيح، فناكل زغلولين دول كبار محترمين، ايه لعيبهم ايه؟ ريشهم ما كده كده احنا هننضفهم. شايف وقفه الزغلول؟ بسم الله ما شاء الله، الزغلول ده لو بريشه كويس بسم الله ما شاء الله يساوي اي فلوس اهو، هو ده العيب اهو. شايف الزغلول مش قادر يمشي ما شاء الله من حجمه محترم، بس هو كان العيب ان انا كنت نسيت ان انا استخدم جروفيت بلس اللي انا بستخدمه 3 ايام في الشهر. فالاهالي كان عندهم نقص في املاح المعدنيه، نقص الاملاح المعدنيه الناس اللي ما تعرفش، خلي الاهالي تعوضوا باكل ريش الزغلي، مش هتخلي زغلول وحش، هتفرز الزغلي فرز محترم درجه اولى، ما تربيش الا الزغلول الدرجه الاولى، هيطلع لك جوز حمام زي ده. جوز الحمام ده يا جماعه اهو اول شغله، لما جربه
انت تبيع وانت حاطط رجل على رجل. بص هتبيعه ب 600 جنيه وانت حاطط رجل على رجل. هقول لك على حاجه انت هتقول غالي ده، ولا لما تشتري ب 16000 ولا 18000 ولا ب 15000 عشان هو بختم الشركه الفرنسيه وجاي من الخارج والحاجات اللي انت بتقول عليها دي. لا انا بقول لك اشتري 16 قص، اشتري 10 قصوص بثمن قص واحد اللي انت هتشتريه، مهما تشتريه غالي. عندنا من مصر افضل انك ما تشتريه من بره. هات وافرز ونقي واشتري من اللي انت هتشتري منه، قول له انا عايز اغلى حاجه عندك وعايز انضف حاجه عندك. طالما ان انت عندك استعداد ان انت تدفع في قص 15000 او 18000، لا اشتريه من جوه مصر هنا. يا رب هتشتريه ب 1000 جنيه القص، بس هتشتري حاجه محترمه بالألف جنيه، وتحط رجل على رجل وتكلم اللي انت هتشتري منه بتناكة، قول له انا عايز قص بألف جنيه بس يكون حاجة كويسة. هيجيب لك هنا القص متوسطه 400 جنيه في مصر، مهما يكون غالي مش هيحصل اي شيء من اللي انت هتدفعه في قص اللي انت هتشتريه من الكويت زي اللي شفناه في الفيديو من الكويت او اي قص. حاجة مهمة اوي 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 لازم تعملها، الزغلول اللي اتصاب باي مرض ما تربهوش، اذبحه. لو اي زغلول حصل له اي مرض في مراحل عمره كلها من وقت ما فقس لحد ما بقى شاب او دخل في سن التزوج تخلص منه. انا عايزك، انت عايز تطلع حمامة بيور خالية من الامراض مناعتها عالية، اعمل كده عشان ما يكونش المرض وراثي. تمام؟ عايز تعملها، انا عايزك تعمل سلالة لنفسك، فبالطريقة دي تعمل كده. وعشان تعمل كده زغليل الصيف انا ما بربيهاش زي ما انت شفتني، يعني بدايه ان انا هبدا اسيب زغلول من الشهر اللي احنا فيه ده. الزغلول اللي يعني كده فيه اللي هيتذبح وفيه اللي يعني معظمه هيتذبح، يعني مثلا دول هيتذبحوا ان شاء الله بس لما يكبروا شويه، دول برضو هيتذبحوا، ما كانوش عاجبين ان هم صغيرين. لو من بدايه طالعين كويسين هسيبهم، هم كانوا ضعاف في البدايه. وطبعا انا نقلت زغليل فبقى ثلاثة زي ما حضرتك شايف كده، فما هيكونوش زي الزغلولين اللي مع بعض، زي ما تكون سايب زغلولين او زغلول واحد. الزغلول الواحد اللي طالع ده لازم تربيه، يبقى زغليل الصيف ما تربهاش على قد ما تقدر الا ان كان عندك المكان يعني ماهوش حر. والزغلول المريض ما تربهوش، دي حاجة. تمام؟ طب الزغليل اللي هي هتربيها اللي هي زي ايه؟ زغلولين زي كده، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، بس هو اهم شيء ان هم يستمروا من وقت ما فقسهم. على فكره دول عمرهم ايام قليله، يعني مثلا ايه نقول دول ما كملوش اسبوع او اسبوع مثلا. الزغاليل طالما ماشيه تمام من البدايه معاك، الجو بدا يتحسن، الزغلول احمر يا جماعه، شوف جسم الزغلول اللحم حمار، لحم الزغلول باينه دمويه طالعه من الزغلول اهو، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الزغلول ده اللي ان شاء الله هيكون للتربيه ان شاء الله باذن الله. يبقى كده الانتخاب، انتخاب السلاله، انتخاب الزغلول، يعني بمعنى الاختيار، الاختيار الصح. اختار الزغلول الصح، تعمل لنفسك سلاله كويسه، تعمل لنفسك اسم في الحمام، ولا تقول لي نجيب من الكويت، ولا تقول لي نجيب من فرنسا، ولا اللي احنا التكاليف العاليه دي. بس كده. هنا حتى القص اللحم السلفر ده انا حطيت له اهو، يعني هو باض يعني ما شاء الله، اول بيضه انا حطيت له زغلول زياده برضو، فوزعت كده بنجيبهم ما شاء الله مأكلينهم كويس اهوت، معاه زغلول بتاعه ومعاه زغلولين كمان اهمت من اللحم الابيض، بس زغلول سلفر واثنين ابيض وما شاء الله محصي اهوت. انا بفكر اخد البيضه احضنها تحت حمام تاني واخليه يديني عيش زياده، لان ما عنديش انا لحم سلفر شغال غير ده، وفي نفس الوقت ان هو يكبر لي الزغاليل دي. الزغاليل دي يعني عايزه اسبوع كمان مع الاهالي، ده على اقل تقدير. ده عمرها صغير يا جماعه، ما يغركش شكلها، لكن ده عمرها صغير، والاهالي يعني هنقول مثلا دول عمرهم اسبوعين او 17 يوم، قد يختلف حسب عمرهم لان هم كلهم مش اخوات يعني. يبقى كده اللي استفدناه من الفيديو ايه؟ ان انت تشتري افضل سلالة حمام لحم في مصر، ومن اغلى حد في مصر هيكون اوفر لك بكتير بكتير مما تشتري القص الحمام اللحم من بره. اولا تشتريه بالعملة الصعبة من بره، بما بالدولار او بالدينار الكويتي او حسب ما هتشتريه، طبعا العملات دي بتفرق، فرق العملة ده بيفرق كتير. تاني حاجة، لو انت عرفت
شحن القص اللحم بيتكلف كام، او ايه قص حمام هتجيبه من بره. فلنفرض مثلا من الكويت، انا عرفت ان تكلفه شحن القص الحمام اللحم حاليا من الكويت او الله اعلم جايز تكون زادت، كانت تتكلف 3000 جنيه، 3000 جنيه مصري تكلفه شحن قص الحمام من الكويت الى مصر. واحتمال كمان، احتمال اللي يشحنه لك لمصر يقول لك تعالى استلمه من المطار، او لو انت عايزه يشحنه لك لبلدك هيبقى بفلوس اضافيه كمان. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.